السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا في كل مكان. مرحبا بكم على شاشة قناتكم قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، وحلقة جديدة وبرنامج خلية الرحمة. الجميل بهذا البرنامج أو من ثمار هذا البرنامج الجميلة أنه لاحظنا انتشار هذا الاسم وهذا العنوان في أكثر من مكان، واستخدم من قبل أكثر من جهة، منها جهات شخصية، منها جهات مؤسساتية، منها مشاريع، إنه هذه الكلمة تحولت إلى مشاريع لدى الناس اللي تقدم المساعدات وتقدم الخدمات تزامنا مع الظرف الطارئ الذي يمر به كل الكوكب وخصوصا في العراق. في الفترة الأخيرة، الأيام الأخيرة، لاحظنا أكو تزايد بالإصابات، ولكن بنفس الوقت أكو تزايد بالهمة. اليوم المتابعين للسوشال ميديا وخصوصا على صفحات الفيسبوك لكل الشباب، لكل العوائل، لكل الأسر، لكل المهتمين، لكل العراقيين بشكل عام لديهم صفحات بالفيسبوك ومتابعة واهتمام بالأغلب العام. ولاحظنا شفنا مواقف إنسانية مثيرة ومهمة وكبيرة، وكان بودنا أنه تكون لهم حضور ويانا، منهم اللي انشغل، منهم اللي ما قدر أنه نحصل رقمه ونتواصل وياه، ولكن بالحلقات القادمة إن شاء الله راح نتواصل. وشفنا مواقف شباب الناصرية وموقفهم بالتبرع بالأكسجين والمواد الغذائية، اللي وصل الحال أنه دخلوا بالفواكه بالشفلات، وباقي المدن وباقي الولايات وباقي المحافظات أيضا نفس العطاء ونفس الموقف ونفس الإنسانية ونفس الروحية. وهذا أولا ضمن قيمنا الإنسانية وقيمنا الإسلامية، هذا سبب مهم لدفع الوباء ودفع البلاء. عندما تكون هنالك رحمة فيما بيناتنا، وهنالك صلة فيما بيناتنا، ومحبة وتعاون وإيثار وعطاء، الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء. وهذا من ثوابتنا، من ثوابتنا الدينية، ومن ثوابتنا العقلية، ومن ثوابتنا الإنسانية أيضا، واللي اعتادوا عليها العراقيين، اعتادوا عليها العراقيين من زمان، ليس جديد على أبناء هذا البلد، الأصلاء، الكرماء. كل هاي المواقف اللي جاي تصير مو جديدة، وخصوصا المنتمين إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قبل بدايات بفقرات حلقة اليوم خلية الرحمة من كربلاء المقدسة ما بين الحرمين، أبي الفضل العباس وأخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، نرفع إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى الموالين في كل بقاع الأرض، وإلى متابعينا أسمى آيات التبريك والتهاني بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، شفيعة الموالين للدخول إلى الجنة. بك نتوجه إلى الله، وبجاهك نتوسل إليه أن يدفع هذا الوباء وهذا البلاء عنا جميعا، ويكن ذكرك وذكر وإحياء ولادتك خير وبركة وسبب للعافية والسلامة. كذلك نكرر دوما عندما نكون تحت قبة الحسين، نرفع أيدينا بالدعاء دوما لكل من قلدنا الدعاء والزيارة، وكل متابعينا الذين نعدهم بأن نكون نوابا عنهم ونتشرف بذلك في زيارة المولى أبي عبد الله عليه السلام، لازلنا نرفع أيدينا بالدعاء لدفع هذا الوباء وهذا البلاء، وأن يرحم الأموات ويمن على المرضى بالشفاء والصحة، خصوصا المنظورين وخدام الحسين بالذات، وإن شاء الله الكل في حفظ وفي أمان وفي حصن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، كما
نرفع أيدينا بالدعاء للجيش الأبيض، خط الصد الأول، أخوتنا وأهلنا وشبابنا وأحبابنا في وزارة الصحة على مختلف عناوينهم اللي جاي يقدمونه. وقلنا بالحلقة السابقة وأعلننا عن استعداد مجموعة الإمام الحسين الإعلامية بقنواتها الخمسة للتعاون مع قسم الإعلام أو دائرة الإعلام في وزارة الصحة بأن يكون هنالك خطاب توعوي صحي موحد حتى الناس تكون على بنينة وعلى دراية من الحالة، ما هو الوباء وكيفية الوقاية منه وكيفية المناعة. اليوم هنالك آراء مختلفة وهنالك أخبار متضاربة، نتمنى من الأخوة في دائرة الصحة الكرام التواصل مع مجموعة الإمام الحسين واستثمار هذا الاستعداد بكوادرها بلغاتها الخمسة بقنواتها الخمسة باستوديوهاتها بالمباشر والتسجيل، استعدادنا للتعاون معهم لتقديم ما ينفع المجتمع بشكل عام. أنا وأنتم وفقرات حلقة اليوم ويانا عدد من الذين قدموا خدمات إنسانية لأهلهم وأخوتهم وناسهم اللي دفعهم الظرف أن يكونون في حاجة، وهذا الجانب الإيجابي المهم الكبير. الشخصية اللي أبدي وياها هو خادم الحسين الرادود أحمد الوائلي. هنا البعض قد يقول أنه هو مثلا رادود، يعني شنو مناسبة أن يكون ضيف على برنامج خلية الرحمة؟ الجميل في أنه موضوعة الخدمة الحسينية مدرسة للخدمة الإنسانية، مدرسة للقيم، مدرسة للعطاء، مدرسة للكرم، مدرسة للإيثار، والأولى بالذين يحملون هوية هذه المدرسة أن يكونون في المقدمة. وبالفعل وجدنا منهم الكثير، من خطباء ومن شعراء ومن رواديد ومن هيئات ومن أصحاب مواكب كانوا في قمة الخدمة وفي قمة العطاء. إذا كان الاتصال جاهز حبيبي سجاد، جاهز؟ حياك الله ملا أحمد، أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله كل من يتابعوك ويشاهدوك حاليا. الله يبارك بك أستاذنا الكبير، شرف لي أن أكون اليوم بخدمتك. الله يبارك بك. نتشرف بسماع صوتك ونتشرف بحضورك ومشاركتك ويانا بعنوان إنساني كبير مهم مثمر، وعنوان الخدمة. يعني بعد أن من الله عليك بنعمة الخدمة الحسينية، يجوز هذا جزء من عطاء الله، وحتما هو من عطاء الله وليس جزء، هذا خطأ من عندي أن أقول هذا نعمة أيضا من عطاء الله، أن يمن عليك بأن تكون سببا في تقديم الخدمة الإنسانية لأهلك وناسك للظرف دفعهم للحاجة في هذا الظرف. أنت رادود وعندك هيئة وعندك مجالس وعندك التزاماتك وصارت هذا الأمر، شنو اللي خلاكم أنتم في الهيئة أو الموكب أو بالحسينية، شنو اللي دفعكم وخلاكم أنه تأسسون إلى هذه الخلية فيما بيناتكم لتقديم الخدمات؟ شلون كانت السبب والحادث؟ طبعا أستاذ أحمد، مثل ما تفضلت أنه من نعم الله عز وجل علينا خدمة الحسين سلام الله عليه، وهذه الخدمة سلسلة مترابطة بين أنه الخدمة مو بس أنه قراية ولطوم فهذه البذرة اللي موجودة بداخل كل موالي لمحمد والي محمد هي خدمة الناس، والله سبحانه وتعالى عندما ابتلانا بهذا البلاء إن شاء الله نسأل الله أن يرفع هذا البلاء. أمين رب العالمين. شفنا أنه واجب الخادم، واجب الخادم أنه ما يقف عند الشعائر فقط، ولكن الخدمة الإنسانية والتجمعات الإنسانية اللي خدمة أبناء بلدك وأبناء جلدتك. طبعا كان التجمع بدايته أنه أطلقوا العلماء وباقي قبل، هي حقيقة إنها الروح الإنسانية حركتنا بالفعل، وإجا إسناد هذا إسناد ثاني لكم. إسناد نعم. فالتكافل الاجتماعي والمساعدات وكذا،
فالتفينا على بعض الاخوان اللي الله سبحانه وتعالى مكنهم، اللي حقيقه جنود مجهوله ما خلف الكواليس، هؤلاء اللي خدموا هاي هذا التجمع هذا التنظيم، لهم منا كل التحيه. نعم، بدوا جزاهم الله خير يمدوننا، واحنا ايضا ما بيناتنا اللي وجمعنا يعني مساعدات كثيره خلال هذه الفتره، وما تزال يعني بعض الاخوان مستمرين بعطائهم في خدمه الناس والعوائل المحتاجه، اضافه الى انه حاليا بعض المواكب وبعض الهيئات واحنا من داعمينهم بهالموضوع هذا تعشير المناطق وغيرها ان شاء الله. يعني عفوا ملا، يعني ما اقتصرت فقط على قضية السلات الغذائية، وإنما كانت هنالك تعفير وقضايا صحية أيضا. نعم طبعا، السلة الغذائية في بداية رمضان إلى الآن، إلى الآن مستمرة، وإن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. الله يحفظكم إن شاء الله. اختاريتوا فد مكان، يعني وين كنتوا تجمعون هاي المواد؟ بالبيت ولا شو؟ والله هنا عندنا احد الساده الاجلاء سيد محمد الموسوي الله يحفظه، تحياتنا له. نعم، فاتح بيته لهذا الموضوع، يعني تخيل كميات كبيره الاخ عقيل والاخوان باقي رائد وغيره وغيره من الاخوان، يعني فاتحين بيوتهم لهاي لوري بلوري ينزل بيتهم يشهد الله، عائلته فوق يساعدون جوا وما يشتغل زين. بهيك شيء وبهيك ظروف يحتاجون الى عدد كبير يعني من الشباب يكون موجودين متعاونين. شلون كان تفاعل الشباب وياكم؟ الشباب جزاهم الله الف خير، يعني هذا اللي مثلا نعطي مجموعه من الحصص وديهن بدراجته، هذا وديهن بسيارته، هذه حقين على ظهره ويروح، واغلب التوزيع كان بل. يعني في يعني اوقات متماضعه صلاه المغرب وكذا، تعرف لانه في بعض الاحيان اللي يستلمون هذه يخجلون او كذا، ولكن تمام يعني كنتم كنتوا تتقصدون ان يكون توزيعكم مسائي حفاظا لكرامه المستفيد، هذه اخلاق امير المؤمنين ان شاء الله الكل عليها سلام الله عليه. شلون كانت اليتكم باختيار المحتاجين؟ اكو ارقام تليفونات خليتوها من خلال اشخاص؟ شلون كنتوا تتواصلون؟ والله صار نشر من خلال فيسبوك. نشر من خلال فيسبوك ويتصلون بينا بشكل شخصي، يعني مثل على صفحتي الشخصية ولا محتاجين كذا، عندنا فلان عائلة فلان وناخذ لهم إياه بإذن أنا أودي لهم إياه. يعني وبالمناسبة ما اختصرنا على قضية السلة الغذائية والتعفير وغيرها وغيرها، وإنما أكو موضوع يعني حقيقة تعرف حظر التجوال هواي ناس قاعدة من العمل صح، فأصحاب الأمراض المزمنة اللي علاجاتهم صعبة وغالية تكفلوا بعض الإخوان أنه قالوا إحنا موضوعنا أي واحد محتاج للعلاج إحنا، ويشهد الله أنا شخصيا يعني جهزت ما يقارب 25 إلى 30 قائمة للعلاج، وهو مبالغ كبيرة يعني 200 و250 يشهد الله، فالحمد لله والشكر قدرنا نعبر هاي المرحلة اللي ما قبل رمضان إلى اليوم حقيقة. بارك الله بك يا ملا أحمد، وهذا ديدن خدام الحسين دوما إن شاء الله، وهذا ديدن العراقيين بشكل عام والموالين لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ديدنهم معروفين، تجربتهم بأيام الأربعين وتجربتهم في الحشد الشعبي وتجربتهم في رمضانات التي مرت، حتى في أيام العوز تجد هذه الصلة وهذا التواصل وهذه المحبة وهذا التبادل الموائد فيما بيناتهم، رسخ هاي القيم. أكيد إحنا ممتنين لمشاركتك، نحملك أمانة التحية والسلام لكل العاملين وياك. استاذ احمد انت طبعا حقيقه استاذ كبير في الخدمه الحسينيه، مو جديد عليك انه توصل صوت الناس مثل هاي البرامج الطيبه اللي حقيقه افرحتني كثيرا انه هاي الشباب هذا اليوم انا اعتبره من الضرورات انه انت توثق للتاريخ من هم ابناء الخدمه الحسينيه، من هم ابناء العراق، من هم شباب العراق، من هم شيبة العراق، من هي نساء العراق، وكيف هذا التواصل والعطاء.
والإيثار والمواقف والقصص كثيرة كثيرة جدا. أنا اليوم في هذا البرنامج يجوز بعد 5 سنين 10 سنين يتحول إلى مادة يستفيد من عندها روائي، يستفيد من عندها قاص، يستفيد من عندها سيناريست، يعمل دراما خاصة عن 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 هذا الزمن وهذه الجائحة التي مرت. ممكن أن يراجع هاي البرامج، تكون حالة وثائقية إلى. بارك الله بك، وتحياتنا إليك وإلى كل خدام الحسين، ومحبتنا إلى أهلنا في بغداد، وتمنياتنا بالعافية والسلامة لكم دوما إن شاء الله. كل الشكر والمحبة والتقدير لخادم الحسين الرادود الملا أحمد الموالي من مدينة بغداد، بغداد الجديدة. شفنا لاحظنا أنه القضية مثل ما أشار أنه ما مرتبطة فقط بالسلات الغذائية، بل كان هنالك حملات للتعفير، وأيضا كان هنالك شراء للعلاجات للأمراض المزمنة. هذه التفاتات تدلل على مدى حرص الشارع بالتواصل، وكيف التفاتاتهم إلى أبسط الأمور وأبسط احتياجات الإنسان لحياته اليومية. حياة الإنسان ما مرتبطة فقط بالغذاء، أيضا هنالك العلاج. ولاحظنا وإحنا أخذنا اتصالات من داخل العراق ومن خارج العراق عن دور العديد من الأساتذة على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس الابتدائيات والإعداديات، أنه كيف عدد كبير من الأساتذة كانوا يبثون الدروس أونلاين. وإحنا اليوم ويانا ما أدري إذا كان الاتصال جاهز مع الأستاذ حسن طعمة، أحد الأساتذة اللي قدموا دروس لطلبتهم في اللغة العربية، وبنفس الوقت كان يبث هذا الدرس نفسه، يحمله ويبثه على صفحته، حتى مو بس طلاب الخاصين يستفيدون من عنده، وإنما حتى الباقين المتابعين. وهذا لاحظته إنه من خلال ما تدخل على الصفحة تشوف أكو تعليقات مو من طلابه. هذا دليل على مدى حرص المؤسسة التعليمية متمثلة بالأساتذة على طلابها، وكيف اهتمت رغم الظرف، حاولت قدر الإمكان بإمكانياتها أن تتواصل ويا طلبتها وتقدم واجبها اتجاههم. والنماذج والتجارب عديدة، احنا نحاول قدر الإمكان أنه نتصل ونتواصل مع الجميع. لذلك أنا أكرر الدعوة ومن خلال شاشة قناة الإمام الحسين، لكل من لديه ظاهرة أو حالة إنسانية خدمية قدمت إلى المحتاجين في هذا الظرف، أن يتواصل على صفحات القناة بالفيسبوك أو الانستغرام ويكتب هاي الملاحظة، يترك رقم التليفون، نحن نتشرف بأنه نتواصل على مود نوثق للتاريخ هاي الحالة. الاتصال أظن جاهز ويا الأستاذ حسن طعمة. حياك الله أستاذ حسن، يا مرحبا بيك. حياكم الله أبو فيصل العزيز، كل الحب الله يعزك لقناة الإمام الحسين ولكل الكادر العامل معه، أخي وزميلي الأستاذ أحمد. الله يحفظك وممنون من عندك، شكرا لتحيتك أستاذ حسن. الله يحفظك أستاذ حسن. إحنا في كربلاء المقدسة ما بين الحرمين سلام الله عليهم، هنيئا لكم. وأكيد هنيئا لكم. ما ننساكم ولا ننسى أهلنا ولا ننسى كل الموالين في كل بقاع الأرض. إن شاء الله نوفق أن نذكرهم بالزيارة والدعاء إن شاء الله، نتشرف بذلك. أستاذ حسن، أنا قبل أخذ الاتصال وياك قلت أنه على مسألة الخدمات ما توقفت فقط على السلات الغذائية والعلاج والتعفير وما شابه، وإنما أيضا أخذت منحى آخر. الرحمة لفظ واسع جدا. شفنا أكثر من أستاذ، كل تقريبا عدد كبير من الأساتذة والمدرسين والمعلمين استثمروا الإلكترون واستثمروا عالم الأنترنت وتواصلوا مع تلاميذهم مع طلابهم وقدموا واجبهم. أنت صاحب تجربة، قدمت هاي الدروس أونلاين للطلاب، وبنفس الوقت كنت تحمل درس خاص على الصفحة مالتك حتى يستفيد من عنده مو فقط طلابك، وإنما أي طالب في أي مكان في أي مدينة من مدن العراق
ممكن أنه يستفيد من اللي قدمه الأستاذ حسن طعمة. هذه التجربة بالنسبة لك شلون شاهدتها بالتواصل مع طلابك، وشلون شاهدت الطلاب وياك، طلابك شلون كان تفاعلهم؟ نعم أبو فيصل، أول شيء أشكر القناة الإمام العقيل، وأشكرك أنت أيضا بالذات لإتاحة الفرصة فتح الكاميرا على إخواننا المدرسين اللي يوجه لهم تحية من هذا المكان، من مكانك أنت إلى كافة زملائي من أبناء شعبي. يستاهلون. إحنا حقيقة في مدينة قلعة السكر لدينا ظاهرة العدوى، يعني إحنا العدوى اللي موجودة في الوباء وباء كورونا أكو شيء قبيل لها في هذه العدوى، عدوى في الخدمة، لدينا خدمة اجتماعية. جميل، يعني العدوى الإيجابية. نعم، لدينا العدوى منتشرة للجهة الإيجابية المقابلة، ولذلك نحن خجلون، كل واحد في مدينة قلعة السكر خجل إذا لم يقدم خدمة ما لأبناء مجتمعي. نحن كنا نحن كنا نسير كما يسير العالم كله، كما تسير الأجيال السابقة. كنا نذهب إلى المدرسة ونعطي درسنا ونلتقي بطلابنا، إلى أنه جاء مما لم نرتب له فجأة. جاءنا شيء غريب علينا، اللي واجب علينا يجب أن نتفكر في هذا الشيء، يجب أن نجد حلا. وجدنا الحل اللي ممكن يتواصل ويا طلابنا، باعتبار أن طلابنا هناك موعد امتحاني إلى الآن لم يؤجل، إلى الآن قلنا نحن مثبتين عليه كوزارة. لذلك إحنا عندنا وقت يروح يا أبا فيصل، وقت يروح من الطالب. كيف نصل إلى الطالب؟ الطالب هذا كيف يأخذ حقه من عنده؟ قررنا إحنا الاطلاع على وسائل التعليم، على الوطن العربي، على أقواتنا الموجودين في بغداد، وجدنا ظاهرة التعلم الإلكتروني. تمام. حقيقة بها إيجابيات كانت بها سلبيات. يعني الإيجابيات كانت شد العزم لإخواننا المدرسين، كل اللي يطلعوا من الدروس الإلكترونية كان هناك تعزيز القدرات، باعتبار أنت قدامك مواجهة من نوع مختلف. صحيح. مواجهة لا تنحصر بين أربع جدران. لا يمكن يغفر الخطأ بها. وربما تستمر لك. لذلك كانت جهودنا إحنا كمدرسين، كنا نعزز هذه الجهود. شلون كان تفاعل الطلاب وياكم؟ تقبلوها الطلاب من عندكم؟ الطلاب حقيقة إحنا قدمنا، كان هي الفائدة كانت تنقسم قسمين، فائدة للمدرس وفائدة للطالب. أبا فيصل، الطالب اليوم كان أمامه سلة، مثل السلة الغذائية اللي توزعونها حضراتكم، سلة وهو يقطف منها، لم يكن مجبورا على الأستاذ حسن طعام الغباش فقط. لا آه جميل. مدرسين. يعني حالة التجربة الجديدة حسست الطالب بضرورة أن يتواصل، مو اللي يجي للمدرسة. هذه بعد خلاص احنا مقدمين لك السلة، تعال استفيد من عدها حتى أنت تبقى على تواصل مع مادتك العلمية. نعم، كنا متواصلين معهم ومع أولياء أمورهم نلتقي بهم ونقول لهم أننا اليوم أو غدا ننشر الدرس الفلاني، وهم يتهيئون وتجي الاتصالات. والحسنة الموجودة الغير موجودة يعني في مكان آخر، لو طالب اعتمد على مدرس بعيد يمكن ما مثل ما معتمد على المدرس القريب، باعتبار أنا ابن المكان وابن الزمان. صح. أنا قريب منه تليفون، أنا قريب منه في صفحة الفيس وفي الماسنجر والواتساب، كنا متواصلين في إعطاء الدرس وكنا متواصلين في تصورك في أستاذ حسن، في تصورك. نعم. إنه هذه التجربة إحنا إن شاء الله نسأل الله بحق محمد وآل محمد. نعم. أن يدفع هذا الوباء وهذا البلاء قريبا قريبا عاجلا إن شاء الله، ببركة إن شاء الله. ببركة إن شاء الله. صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. في تصورك إنه هذه التجربة هل ممكن أنه للمستقبل أن تطور، أن يكون هنالك أسلوب جديد، يعني مثلا تكون مرافقة للتدريس المدرسي، تكون هنالك أيضا لو شتس ممكن تتطور، ممكن للمستقبل أن نستفيد من عدها؟ بلا شك نحن ذاهبون إلى خلف 2020 إن شاء الله، والكل إن شاء الله يبشرها. ونحن مقبلون على حالة حضارية من التدريس لم نجدها. هل تعلم يا صديقي؟ جميل. يعني أنت تعتبر هذه حالة حضارية؟ نعم. هل تعلم يا صديقي أن طلابنا اليوم
ممكن أن يرى درسه ليس محصورا بين السماء الثامنة صباحا والثانية عشر ظهرا، لا لا، هو منطلع الفراش يرى درسه، هو يستطيع أن يوقف المدرس عندما يضغط على اللايك، يضغط ليوقف المدرس ويرجع ويسمع الدرس مرة مرتين إلى أن يستفيد من عنده وكذا. هذه أي أكيد. وكذلك لا تنسى أن المدرس يأتيه بلا خسارة، لا يقدم له الماء ولا أي شيء آخر، مدرس يدخل إلى غرفته إلى مطبخه دون أن يحصره الزمن أو دون أن يحصره المكان، فهذه تجربة جديدة وهي بلا شك مفيدة أكيدا. أحسنت يا أستاذ حسن، شكرا لوقتك، تحياتنا طبعا لك شخصيا طبعاً. ولكل الذين على منهجكم ومسلككم في العراق وخارج العراق، وتحياتنا نعم. إلى طلبتنا وتمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح دوما إن شاء الله. وأنا أتمنى أن يصل بعض الحاجة الموجودة في نفوسنا إلى التربية من خلالكم. نحن الكلمة لك. جهود ذاتية يا أستاذ. جهودنا ذاتية، نحن نختر من جيوبنا، وأكيدا ماكو مشكلة، بس نحن بحاجة إلى رعاية، فنعمل نحن كمدرسين عائلة واحدة ولا يتكرر الدرس، خليه متسلسل بين المدرسين، ماكو نظرة إيجابية، ماكو يد مساعدة، ماكو يد فوق أيدينا تمد لنا من قبل التربية ترتب وتضع لنا غرفة واحدة. الاستوديو مثلا في التربية ماكو النزاد، الانترنت ضعيف. يعني حقيقة مطلب مهم، وإن شاء الله يصل من خلال شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام إلى وزارة التربية وإلى المعنيين في مديريات التربية. مطلب منطقي أنه يكون هنالك استوديو خاص في مديريات التربية، يجون الأساتذة وكل أستاذ يقدم مادة مختلفة عن الآخر وتبث، ويكون هنالك موقع خاص، وهذا هذه فكرة جيدة، وإن شاء الله تصل من خلال شاشة قناة الإمام الحسين. كل الشكر والمحبة والتقدير لك أستاذ حسن. تشرفت باتصالك والتواصل وياك. تحياتنا إليك وتحياتنا إلى أهلنا في مدينة قلعة سكر وفي الناصرية، وتحياتنا إلى كل الأساتذة في كل مكان. نكرر طلب الأستاذ حسن طعمة ودعوته والتماسه من وزارة التربية ومن مديريات التربية، إن كان في ذي قار وفي غير مكان، أن يكون هنالك حالة من الرعاية الحقيقية لهذا المشروع، وحالة من الجدولة، تأسيس مكان خاص، استوديو خاص، بحيث ما يجي مدرسي الإنجليزية كل واحد يقدم مادة معينة، أساتذة الرياضيات كل واحد يقدم مادة معينة، أساتذة اللغة أيضا، وهذا بالنتيجة راح يبوب الحالة، يوزع الجهد، ما راح يكون هنالك جهد على واحد دون آخر، وممكن أن واحد يهيئ الأجواء الخاصة حتى من ناحية الوقاية، ممكن هيئة لما تكون هنالك مديرية قائمة على هذا العمل. طبعا إحنا لو كان الأمر قريب من عندنا بقناة الإمام الحسين، والله الاستوديو موجود، كل استوديوهات قنوات الإمام الحسين بلغات الخمسة خدمتكم إن شاء الله. جاي تتصلون، والله يا عمي يا سجاد أنا جاي أتعبك وياي سجاد. طبعا كل التحية والمحبة للكادر المتواصلين وياي في خلية الرحمة، وهم خلية المحبة طبعا هنا وياي سجاد الباوع على الإخراج، الحبيب مصطفى الحسيني ومصطفى عماد ومرتضى القرعاوي وسيد محمد، كل المحبة والتحية لهم اللي متأخرين وياي هذا الوقت من أجل تغطية هذا البرنامج خلية الرحمة. وكل التحية أيضا للأخوة على السوشيال ميديا، كل الأخوة من الشيخ من وسام الشيرازي إلى الشيخ عبد الحميد الأميري إلى أبو كاظم إلى سيد ذو الفقار إلى كل الأحبة، للعزيز بالتدقيق أبو زهراء، كل المحبة والتقدير إلى. وطبعا اللي إحنا كل مرة يكون ويانا وجدي أبو إبراهيم، تحياتنا إلى اليوم الإنارة مو حلوة بدونها، لكن إن شاء الله لمساته وأنفاسه موجودة ويانا. ما أدري إذا الاتصال جهز. طبعا أنا مستر جدا للاتصال مع أحمد الموالي، ومستر جدا للاتصال مع الأستاذ حسن طعمة، ومستر أكثر وأكثر
لأن هذا الاتصال اللي جايني ويا خادم الحسين الخطيب الحسيني المفوه الشيخ أسعد الخطيب، كل الهلبيك ومرحبا على شاشة قناتك قناة الإمام الحسين. حياك الله. الصوت سجاد، كل الهلا بيك شيخنا تسمعني. حياكم الله شاعرنا الكبير واستاذنا وحبيبنا خادم. الله يسلمك. الله يحفظكم. هلا بهالصوت، طمني صحتك ان شاء الله تكون بخير وبسلامه وبعافيه. نحمد الله تعالى على كل حال. نحمد الله تعالى، نحن بنعمه الله بفضل الله بنعمه الحسين عليه السلام. عافيه وخير. انتم خدام الحسين شويه متميزين بقضيه انه بيوتكم هواي، وين ما ترحون تلقون بيوت الناس مفتوحه لكم. كربلاء لك بيوت، وبغداد لك بيوت، وبالبصره، وما انت بالناصيه الان انت من وين قاعد احنا نتواصل وياك؟ وين انت؟ اين اراضيك؟ انا حاليا بالبيت يعني في والنعم يعني تحياتنا لك وللعائله ويا ربي من عليكم بالخير والبركه. قبل ان ابدا الله يحفظكم، قبل ان ابدا أنا أنطي الكلمة إلى سماحة الشيخ الخطيب الحسيني الشيخ أسعد الخطيب لدقائق مع ولادة السيدة معصومة ومن بين الحرمين. يا الله، طبعا نبارك للأمة الإسلامية، نبارك لجميع المؤمنين، نبارك لجميع محبي أهل البيت وموالي أهل البيت، ولادة كريمة أهل البيت السيدة المعصومة سلام الله عليها. ونسأل الله تعالى، نسأل الله تعالى بجاهها وهي كريمة أهل البيت وهي أشآل محمد، نسأل الله تعالى بجاهها، نسأل الله تعالى بمقامها، نسأل الله تعالى بكرمها وبمحبتها وبفضلها عند الله أن يرفع هذا الوباء، أن يرفع هذا البلاء، وأن تكشف هذه الأمة عن هذه الأمة. وبارك للجميع هذه الولادة العظيمة، ولادة سيدتي ومولاتي معصومة كريمة أهل البيت، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من بركات أهل البيت. آمين رب العالمين. بركاته أي والله، أسأل الله تعالى الدنيا والآخرة إن شاء الله. إن شاء الله، الله يحفظكم شيخ. إن شاء الله. الله يبارك فيكم شيخ أسعد. برنامجنا مثل ما عندك اطلاع ومعرفة به سابقة هو خلية الرحمة، التي جاءت رديفا لخلية الأزمة. خلية الأزمة تشكلت بكل عناوينها لتعدي هذه المرحلة الخاصة اللي جاي يمر بها المعمورة بشكل عام والعراق بشكل خاص، بشكل خاص ليس لخصوصية الوباء ولكن لخصوصية البرنامج، خلينا نقول الآن يعني إن صح التعبير، وإن كان برنامجنا إحنا تواصلنا مع أناس من خارج العراق لأنه الموضوع واحد، الحالة واحدة. والرحمة مختلفة العناوين، لا ما ممكن أن أقيد الرحمة فقط بالسلة الغذائية أو بالتعفير أو بالصلة وما شابه. مجالس الحسين هي قمة الرحمة لأنه هو باب رحمة الله الواسعة الحسين، فأكيد مجالس وذكر أهل البيت هم قمة الرحمة. اللي لاحظناه لما صارت هذه الأزمة وتسببت في أنه عدم تواصل الناس، قلة إقامة المجالس، لاحظنا أن هنالك كان دور للخطباء لخدام الحسين من خلال مواقع التواصل قدموا عليهم. بماذا تفسر هذه الحالة؟ هل هو واجب، شعر أسعد الخطيب أنه هذا من واجب أن يجي يقيم المجلس ويتواصل مع الناس، أو هو حالة من الإنسانية راد أن يقدمها هذه الرحمة بالجانب الإنساني من خلال مواقع التواصل؟ كيف تقرأ هذه الظاهرة اللي انتشرت وتفاعلت وياها الناس، الشارع تفاعل وياها؟ نعم أكيد أستاذ أحمد. طبعا من أجمل التسميات أن نسمي خلية الرحمة، من أجمل التسميات اللي أسمعها. الله يبارك بك. حقيقة إذا تسمح لي أنوه بشكل سريع. بلي. قضية خلية الرحمة
طبعا في أوقات الشدة يتبين معدن الإنسان، في أوقات الأوقات الصعبة الحرجة تظهر حقيقة الإنسان، واللي شفناه واللي طلعنا عليه أنه حالة بصراحة يعني تبكي تجري الدموع. يعني أن نرى الناس بهذا التكاتف، نرى الناس بهذه المحبة، نرى الناس بهذه العناوين اللي كانت تعكس رحمة أهل البيت، تجلت فيهم رحمة أهل البيت، وكأنه طيلة هذه الفترة، فترة المنبر، فترة المجالس، كلها كانت تثمر في هذا الوقت. جميل. وقت التراحم بين الناس. جميل. وكأنه هذا الموقف حقيقة الإنسان، يعني لما بذور بذرت في المجالس فقطفت في الأزمات. بالضبط، يعني الإنسان في تكليفة، أنا في رأيي في تكليفة، ليس المطلوب هو الصلاة بما هي صلاة، وإن كانت الصلاة واجب والصوم واجب نعم، ولكن كل هذه عبارة عن إيصال، عبارة لإيصال الإنسان إلى مرحلة الموقف. يوسف الصديق كل اللي يذكرنا القرآن عنه أنه وضع في مرحلة اختبار وابتلاء وامتحان في موضوع ما ذكره، وهكذا بقية الناس موقف الامتحان، مرينا بموقف امتحان صعب جدا، وهو أن هناك بطون فارغة، وأن هناك أبواب مغلقة، وأن هناك قيود فرضت على الناس، فهبت خدام الإمام الحسين عليه السلام والنعم. اللي شفناه والله يبكي يدمع يسر القلب، خليط من المشاعر لا يمكن للإنسان أن يفصح عنها، دموع فرح، دموع فرح وبكاء وحزن في كل، أنا بصراحة يعني ما أقدر أعبر عن حقيقة هذه المشاعر. هذا من ناحية. أما من ناحية المجالس، لا شك إحنا خدام الإمام الحسين، وكلمة الخدمة لا تعني فقط الخدمة المادية، الخدمة حتى في اللغة، الخدمة هو من أقام نفسه لأجل موضوع ما، من سخر نفسه لأجل موضوع ما. فخدام الإمام الحسين هم من أوقفوا نفسهم لأجل قضية الإمام الحسين، وإظهار قضية الإمام الحسين، وإظهار هذه القضية بشكلها الذي يصل إلى قلوب الناس. فلما أوصدت الأبواب، غلقت الأبواب علينا أن نحضر إلى مجالس الحسين، المجالس الفعلية الواقعية، لما فرض علينا هذا الواقع، واقع الوباء وواقع الصحي وتعليمات خلية الأزمة ووزارة الصحة وكذلك رأي المرجعية، خب هنا كيف سنتعامل مع المرحلة؟ لابد أن لنا تعامل جديد مع المرحلة. بفضل الله كانت تلك النافذة الصغيرة التي من خلالها استطعنا إيصال ما نستطيع إيصاله من صوت الإمام الحسين وفكر الإمام الحسين وفكر أهل البيت عليهم السلام. لذلك الفترة، أتذكر فترة شعبان إلى فترة رمضان، كانت فترة كان كثير ما نرى فيها البث المباشر من خلال الإنستغرام ومن خلال الفيسبوك. لذلك يعني هذه كانت درس، وهو أن خدمة الإمام الحسين لن يتخلوا عن قضية الإمام الحسين ولو في أي مجال، ولو فرضت عليهم كل القيود لابد أن يبحثوا عن الحلول البديلة لإيصال صوت الإمام الحسين. هذا من أين ينبع؟ ينبع من الشعور بالمسؤولية تجاه خدمة الحسين وتجاه قضية الإمام الحسين. يعني إذا أغلقت وأوصدت علي بعض الأبواب، لابد لي أن أبحث عن أبواب أخرى، لابد أن لا أقف مكتوف الأيدي وأنا أحمل قضية وشعار كبير كشعار الإمام الحسين وخدمة الإمام الحسين. ولذلك بفضل الله تبارك وتعالى كانت لنا كثير من البرامج وكثير من المجالس، مجالس عقدت في السويد من خلال البث المباشر، في كندا من خلال البث المباشر. يعني شيخنا بس يعني مجلس رسمي ينعقد يعني مثل عن حالة بكل تفاصيل، مجلس رسمي بكل تفاصيل. لطيف. يعني أنا بس خلي استفيد من عتب. يعني احنا اللي نعرفه مثلا انه الشيخ اسعد يسوي بث مباشر، لكن قبل كنا شو اسوي؟ لازم انا اتصل على الشيخ اسعد اتفق وياه اقول يابا عندي مجلس بالحسينيه الفلانيه ساعه كذا يوم كذا. هذه الحاله صارت ايضا حتى على البث المباشر.
لا صار عندنا هذا غير البث المباشر. اللقاء كان لدي لقاء مع الأخ الحبيب الكبير الموفق ملا قحطان بعباس. أي تحياتنا إله. نعم نعم. وصارت عندك مجالس للسويد قلت لي؟ لا صار مجلس رسمي، يعني تصور يعني حتى لدي بعض الأخوة هنا ترتيب الجهاز واللاقطات وال جميل يعني جميل. مجلس رسمي مو على الانستغرام، لا كان على برنامج الزوم، وكان يسبقني هناك من يقرأ الدعاء الافتتاح في رمضان، يقرأ دعاء جميل الافتتاح جميل ومجلس يعني وكأنهم حضور معنا في بيتي، وكأنهم كانوا حضور يعني مجلس بكل تفاصيل المجلس. شيخنا أسألك سؤال. نعم. اعتراض نعم. بس يعني نعم. صراحة أنت لما جلست في هذا المجلس قاعد تشرحه، أنت نعم. تفاعلك شلون كان؟ يعني إيش حسيت في لحظتها؟ أكو صار عندك اختلاف بالشعور؟ كنت جالس على المنبر، كنت جالس على كرسي، لو شلون كانت القضية؟ شعورك شنو كان؟ أستاذ أحمد، أنا بالنسبة لي كتجربتي الشخصية لما أصعد المنبر لا. شهد الله أنا ما أنظر لمن يحضر للكثرة والكم لحالة الكم، أبدا أنا ما أنظر لهذا، هذا بفضل الله تمام. تبارك وتعالى لا. فالشعور نوعا ما هو فيه شعور تأسف من جهة ومن جهة أخرى تقديم اعتذار وانكسار أمام الحسين، ومن جهة فيه لمحة من الفخر هكذا، حالة من الانتصار أن أنت رغم هذا الحال ولكن جاي تقدم. أريد أقول لي يا أبا عبد الله أنا منكسر أمامك، أنا مستحي منك، ولكن يا أبا عبد الله مع ذلك أنتظر منك نظرة أنه بهذا المتاح بهذا الشيء اليسير جدا يجب أن ننطلق مع الإمام الحسين. أحسنت. يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي وإن ضيقت علينا الفرصة وإن أوصدت أمامنا الأبواب. ولذلك كان لما تسألني عن شعوري والله كان شعور بحيث أستشعر أن المجلس في دمي، يجري في دمي، يعني كانت الكلمات جميل. مختلفة نوعا ما، وإن كانت هي التجربة إحنا ما نقدر ننكر قساوتها علينا، صح. حضورنا مع الجماهير مع الناس أكيد. مع التلاقي الواقعي الآن تصبح أمامنا شاشة صغيرة، لكن هذا اللي يتاح أمامنا. لذلك كانت مجالس والله إذا أقول لك جدا موفقة، وفيها دمعة وفيها حضور وفيها بكاء، وأسأل الله تعالى أن تكون مقبولة عند سيد الشهداء. حتما مقبولة عند سيد الشهداء حتما إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله بحق الله. صاحب الأمر والزمان أن يقبل، لأنهم أهل كرم وأهل عطاء وأهل سخاء، من يقدم لهم القليل يقبلونه منه بالكثير. واحنا بنقول يعني خصوصا انت صاحب تجربه بهذه الحاله. انا اريد اطلب من الحبيب سجاد الباوي ان ينقل الكاميرا الى صحن ابي عبد الله الحسين او صحن حضره ابو الفضل العباس، والكلام لك يا شيخ اسعد، توجه بالزياره، توجه بالدعاء. الآن الكاميرا في صحن أبي الفضل العباس، وهذا ضريح أبي الفضل العباس سلام الله عليه. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ابن سيد الوصيين، السلام عليك ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى أخيك أبو الفضل العباس، السلام على الأخ المواسي أخاه بنفسه الطاهرة. إلهي أسألك بجاه محمد وآل محمد، إلهي أسألك بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، ألا تحرمنا خدمة الحسين، ألا تحرمنا زيارة الحسين. إلهي بجاه أبي الفضل العباس، بحق صاحب هذا المقام العظيم، إلهي أسألك أن تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن ترفع هذا البلاء وهذا الوباء عنا ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إلهي أسألك يا من كتبت على نفسك الرحمة
يا من أنت بالمنظر الأعلى، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. إلهي ضاقت القلوب، إلهي ضاقت الأنفس، إلهي ها نحن حبيسو بيوتنا، إلهي أخرجنا من هذا إلى ساحة رحمتك وتفضل علينا بكشف البلاء وشفاء المرضى. إلهي بحق أبي الفضل العباس، إن هناك من يؤل من الألم، إن هناك من يؤن من الألم، إن هناك من يؤن من الوجع، إن هناك من ضاق عليه حتى النفس، وأنت يا رب كريم. إلهي أسألك بجاه أبي الفضل العباس، إلا ما تفضلت علينا وكشفت هذه الغمة وشافيت وعافيت كل مريض، بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يرحم هاي الدمعة من عندك يا شيخ أسعد، الله يسلمك، يتقبل منك هذا الدعاء ويتقبل من عندنا إن شاء الله جميعا إن شاء الله. ودوما دوما نسأل الله التوفيق إلى أن نوفق إلى زيارة المولى أبي عبد الله، وأن نرفع أيدينا تحت قبته بالنيابة عنكم جميعا إن شاء الله. وآمين رب العالمين إن شاء الله ما يحرمنا ويحرمكم ولا يحرم شيعة أمير المؤمنين من شفاعتهم وزيارتهم. الله يحفظكم. شكرا لك شيخنا، احنا أخذنا من وقتكم، متشرفين باتصالك وطيب كلامك، ونسأل الله لك العافية والسلامة ولمن تحب وللعائلة إن شاء الله ولكل متابعكم. الله يبارك بكم، الله يبارك بكم ويحفظكم. شكرا لكم، شكرا جزيلا، حياكم الله، حياكم الله. كل المحبة والشكر والتقدير إلى سماحة الشيخ خادم الحسين أسعد الخطيب، له كل التحية والتقدير. والله أثارنا يعني ودمعته وطريقة توسله، يعني هذه هي روح خادم الحسين ونفسيته وتوسله أكيد. قبل أن نكون في محطة الختام، من الأمور اللي أود أن أرجع إليها هو طلب الأستاذ حسن طعمة، نكرره دعوة موجهة إلى وزارة التربية ومديريات التربية في كل مكان. نتمنى من الأخوة المعنيين بهذا الأمر أخذ حالة الدروس الأونلاين المباشر على الأنترنت بظاهرة أو بحالة صحيحة، حالة خدمية أكبر. نتمنى أن تكون هنالك حالة جدولة، حالة تنظيم ما بين المديريات والأساتذة، أن يكون هنالك استوديوهات خاصة أو مكان خاص على الأقل للتصوير تحضره الأساتذة، يعني يحضرون أساتذة اللغة العربية، كل واحد يقدم مادة، أساتذة الكيمياء، الفيزياء، التاريخ، أي مادة، كل واحد يقدم مادة حتى ما تصير حالة جهود، تصير أكون حالة جدولة في بثها. الآن الأساتذة، المدرسين، المعلمين، كل من في بيته جاي يبث وجاي يقدم جهد، شيء جميل إذا مديريات التربية وزارة التربية تتبنى هذا الفكرة وهذا المشروع اللي استفادوا من عدة طلبة والأساتذة ما مقصرين جاي يقدمون، أن تبرمجه وتوضع له برنامج ومنهاج صحيح وجدولة صحيحة، ويكون هنالك مكان موحد للتصوير، هنالك خلينا نقول مثلا موقع خاص لبث هذه الدروس، كل مدرسة بمدرسة مثلا، كل مديرية بمديريتها، حتى تستفيد منها كل الطلاب ويكون الجهد موزع ما بين الأساتذة. أيضا نذكر باستعداد قنوات الإمام الحسين عليه السلام بلغاتها الخمسة أن تكون في خدمة خلية الأزمة بشكل عام، خلية الأزمة بمختلف عناوينها وخصوصا وزارة الصحة، دائرة الإعلامية وزارة الصحة، القنوات الخمسة تعلن استعدادها أو تكرر استعدادها للتعاون وياكم بكل ما يخدم المجتمع ويدفع أو يساعد الناس على دفع هذا الوباء وهالبلاء بالوقاية أو بالمناعة. لكم مني أحبتي متابعينا في كل مكان أفضل التحية وأطيب المنى، ومن كادر برنامج خلية الرحمة كل المحبة، آملين على أن نلتقيكم في الأربعاء القادمة. في أمان الله.